كنخدم على وليداتي كنترزق الله على وليداتي. شرجي خضيره تلقاو لي هاد الناس ربعه الناس والمراه هي الخامسه. تلقاو لي شي كيخبط لي في الطوموبيل، شي كيضرب فيا، شي كيضرب فيا بالمنجل، شي كيضرب فيا بالقادومه، شي كيضرب فيا بالعتله. وعلى الاخر جبدوني من الطوموبيل وضربوني بالعتله، طيحوني وضربوا لي ولدي عنده 7 سنين كيقرا في المدرسه. راه دابا ما بين الموت والحياه، ناعس في الانعاش، ما بين الموت والحياه. ونطلب من الله تبارك وتعالى ونطلب من جلاله الملك الله ينصرو ان ياخذ حقي من هاد الناس. سبب ديال المشكل وهو كنت كنتسالم الفلوس، كنت كنتسالم الفلوس بقاو كيقطعوا ليا فيها. كنت كنتسالم 60,000 بقاو كيعطيني بشويه بشويه، ملي بقات بعد 14,000 غنقول لي عليها مبغاش يعطيوها لي، ولاو كيقولوا لي ودي غتسكت ولا نديروا لك ونفعلوا لك. هما يعني ناس فزعيين شويه، ناس فزعيين وكيخافوا منهم الناس المانيه. اللي بغى يفك واللي بغى يشهد ولا شي حاجه كيقولوا لي غنديروا لك ونفعلوا لك، كيهدوه كيهدوا اي واحد دري واش كيهدوا. الناس يعني طغاو، عندهم سوابق في المخزن، عندهم سوابق في الحبس، مدوزين الحبس. ناس شفاره كيجريسيو كيشفروا كيديو ديال الناس، كيتعداو على الدروش، الانسان اللي هو دروش كيتعداو عليه. المهم الناس يعني ناس صعاب في هذه القبيله، صعاب بزاف. والمشكل بيني وبينهم انا خاصهم يضربوني انا، ما يضربوش لي ولدي. اللي بغاو يضربوني يضربوني انا. دابا مضروب واحد الضربه واعره، مضروب بالفاس خارج لي المخ، ودابا في الانعاش. راه ما بين الموت والحياه، وانا كنطلب من سيدنا ياخذ لي الحق ديالي من هاد الناس. ما عرفتش اخويا كيفاش بغا ينتقموا مني ويقتلوا لي الوليد ديالي، عندي غير هو بغا يقتلوه ليا.